مهاجم بركات الحميدي، هذه أفوة من الحارس. ماذا يقول الحكم؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء لفايت النادي الذي سفاتسي. هفوة وخطأ فادح من حارس المرمى علي الفريوي في تدخله الأخير. الأغرام قائد فريق النادي الرياضي الصفاقسي يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء. يعطيها الحكم إشارة التنفيذ. يتقدم على غرام والهدف الأول، هدف أول للنادي الرياضي الصفاقسي عن طريق على غرام من ركلة جزاء. علي الفريوي في زاوية والكرة في زاوية، وهدف أول للسياسي.